الأسبوع الماضي في جزيرة الكنز بفضل الفكاهة اللي تميز بها فريق النجوم عشنا أوقات شيقة. هاد الليلة في جزيرة الكنز غنعيشوا مغامرة جديدة مالها متين، مغامرة استثنائية في مكان معزول وسط البحر ما كيخطرش على البال، عالم ما بين الواقع والخيال. 5 ديال المشاركين داروا كل ما في جهدهم باش يتفوقوا على كل الصعوبات من أجل هدف واحد، وصول الكنز. الكنز اللي غادي يديروا المستحيل على قبله باش يتبرعوا به بالكامل لجمعية آيماش، الجمعية اللي كتنشط في جميع أنحاء المغرب. هدف نبيل. هاد الليلة معنا 5 ديال النجوم، الرياضي الاستثنائي، البطل الأولمبي، الأسطورة هشام القروش. المغامرة هادي من أجل الناس محتاجين، وحنا اللي غنديرو هادشي إن شاء الله بلا قلبنا. مومو المنشط الإذاعي المعروف. الشعر تاعي أغنية. إيوا دريسو مهدي الثنائي الكوميدي، والممثلة الرائعة لطيفة أحرار. مجموعين غادي يكون مطلوب منهم باش ينجحوا في كاع المهمات اللي عندهم من أجل 5 المفاتيح باش يحلوا قاعة الكنز. باش يربحوا المفاتيح الخمسة، هذا الفريق القوي غادي يواجه مخاطر كثيرة في مغامرة غريبة كلها صعوبة. جوج واحد، واش غيقدروا يتجاوزوا مخاوفهم؟ نبيل العاطفة في نفس الوقت خيبة الأمل، الخوف، تضامن، تفوق على الذات. واش غيقدروا يتجاوزوا هاد الشي كامل؟ واش غيقدروا يفتحوا قاعة الكنز ويجمعوا الفلوس؟ هاد الشي اللي غنتعرفوا عليه هاد الليلة على دوزان.